السلام والسكينة، تحياتي لكم جميعا أيها الأصدقاء الأعزاء، أتمنى أنكم جميعا بخير. في هذا التسجيل سوف نستكمل ما كنا قد بدأناه من قبل في سلسلة الإشراق العظيم، حيث سوف نتكلم عن الكبلة وتعاليم الكبلة، ولكن سوف لن نتكلم عن شرح مسارات شجرة الحياة أو عن درب الصاعقة أو عن درب الأفعى أو عن تعاليم الكبلاء، بل سوف نذهب إلى مسألة كنت قد وعدتكم أن أتكلم عنها في نهاية الحلقة السابقة، وهي تاريخ الكبلاء، الجذور الحقيقية لحكمة الكبلاء في التاريخ. لأنه كما تعلمون الرأي السائد والشائع عن حكمة الكبلاء أنها فلسفة يهودية، أو حتى بعد من أبعاد التصوف اليهودي. هذا هو الرأي الشائع عند غالبية الباحثين عن الكبلاء، ونحن عندنا رأي آخر وهو الذي سوف نستعرض في هذه الحلقة. لكن قبل أن نستعرض رأينا لابد أن نعرض الرأي الشائع والسائد عند غالبية الباحثين الذين بحثوا في الأمر بشكل سطحي ولم يتعمقوا فيه. الرأي الشائع على سبيل المثال، لو أخذتم هذه الصفحة من صفحات ويكيبيديا على الإنترنت، وهي صفحة عربية تتكلم عن هذا الموضوع، جاء فيها تحت عنوان كبير اسمه قبالة يهودية بين قوسين، وعنوان آخر صغير التصوف اليهودي للتوراة، جاء ما يلي: انبثقت الكبلاء كشكل بدائي للباطنية اليهودية في القرن 12 في أسبانيا وجنوب فرنسا، ثم أعيد تشكيلها في القرن 16 في فلسطين العثمانية. هذا رأي من الآراء الشائعة جدا عند كثير ممن يتكلمون عن أصول الكبلاء. هناك أيضا رأي آخر يرجعها إلى تاريخ أقدم من هذا ولكن ليس بكثير، يعني يرجعها إلى القرن الأول الميلادي، فيقولون بأن الكبلاء نشأت مع نشوء تصوف الميركابا اليهودي في القرن الأول الميلادي. وطبعا هذه هي الآراء الشائعة كما ترون عن تاريخ الكبلاء، يعني البعض يقول بأنها نشأت في القرن 12 في أسبانيا وجنوب فرنسا، والبعض الآخر يقول بأنها نشأت في منطقة بلاد الشام تحديدا في فلسطين في القرن الأول الميلادي. طبعا هذه آراء شائعة، ونحن يعني لدينا رأي آخر، نحن نقول بأن الكبلاء أقدم من هذا بكثير، وتعود جذور أفكارها ومبادئها إلى حضارات قديمة سادت في العالم القديم في منطقة الشرق الأوسط. سوف نتحدث عن رأينا ونستعرض خلال هذه الحلقة، وسوف نثبت بما بين أيدينا من أبحاث بأنه الذين يقولون بأن الكبلاء هي تصوف يهودي فقط وأنها نشأت في القرن 12 أو في القرن الأول الميلادي، آراؤهم هي آراء سطحية. سوف نثبت هذا، وسوف نبدأ في البداية في بحثنا من عند الأستاذ عالم الآشوريات سيمو باربولا. الأستاذ سيمو باربولا يعتبر من أهم العلماء المعاصرين حقيقة، الذين درسوا حضارة العراق القديم، والرجل لديه كتب كثيرة جدا في هذا الموضوع، تستطيع أن تبحث عن الرجل وعن إنجازاته وعن مؤلفاته. هو أستاذ بجامعة هلسنكي في فنلندا. ما يهمنا من بين جميع أبحاثه ومن بين جميع كتبه كتاب ألفه بعنوان The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek Philosophy، بمعنى شجرة الحياة الآشورية، تتبع الأصول للتوحيد اليهودي
والفلسفة اليونانية. في هذا الكتاب حقيقة يشير الأستاذ سيمو باربولا إلى أن هنالك تشابه كبير جدا يصل تقريبا إلى حد التطابق بين تعاليم الكابالا وبين اللاهوت والتصوف الآشوري السومر الأكادي البابلي عموما، يعني الأفكار الباطنية والدينية التي سادت في حضارات العراق القديم. طبعا وصل الأستاذ سيمو باربولا إلى هذه النتائج بعد أن درس كل دائرة أو كل سيفيروث في شجرة الحياة الكابالية دراسة معمقة، واستطاع أن يصل في النهاية إلى إعادة صياغة لشجرة الحياة عند السومريين والآشوريين عبر ترتيب الآلهة الآشورية على المقامات في شجرة الحياة بحيث يجعلها متطابقة مع المقامات أو السيفيروث العشرة التي تحتلها الملائكة في شجرة الحياة الكابالية عند اليهود. فوجد أن هنالك تطابق حتى نظام شجرة الحياة. البعض قد يتساءل أساسا هل يوجد مفهوم لشجرة الحياة عند الآشوريين القدماء أم لا؟ يعني هذا الذي قام به الأستاذ سيمو باربولا، هل له أساس أساسا؟ يعني هل فكرة شجرة الحياة أساسا موجودة عند الآشوريين القدماء؟ فنقول حقيقة أن فكرة شجرة الحياة كانت منتشرة جدا لدى الآشوريين، وهذا ما يقول الأستاذ سيمو باربولا، يقول بأنها كانت منتشرة بشكل كبير جدا عندهم، لدرجة أن الفنانين والنحاتين القدماء عندهم لم يكونوا يتوقفوا عن رسمها في كل مكان وبأشكال وهيئات مختلفة. ولهذا السبب يعني نلاحظ أن كل شجرة تختلف عن الأخرى من حيث الشكل وعدد الأغصان يعني المقامات، وبالتالي بسبب هذا أصبحت رمزية أكثر من كونها تمثل الهيكل الفعلي للتعاليم الباطنية المتعلقة بالآشوريين القدماء. وكل الأحوال الأستاذ سيمو باربولا من خلال البحث في الديانة القديمة للآشوريين ومن خلال ما وقع تحت يديه من مخطوطات وأبحاث استطاع أن يعيد صياغة شجرة الحياة الأصلية التي ترتبط بالفعل بالتعاليم الباطنية للديانة الآشوريين القدماء. فهو يعني أجرى مقارنة بين خصائص إنسوف أو المطلق في الكابالا، طريقة توزيع قواه على مقامات شجرة الحياة الكابالية بصورة ملائكة أو بصورة يعني قوى إلهية السيفيروث العشرة، وبين خصائص الإله آشور الأعظم وقواه المختلفة الموزعة على شجرة الحياة الآشورية بصورة الآلهة الآشورية. فوجد في البداية أن هنالك شبه تطابق بين مفهوم إنسوف في الكابالا وبين مفهوم الآشوريين عن الإله آشور الذي كانوا يرسموه فوق شجرة الحياة، كانوا يرسمون الرمز الذي يدل عليه فوق شجرة الحياة دائما، وكان يوصف عندهم بأنه إله السماوات الذي يتعذر رؤيته تماما مثل إنسوف في الكابالا، مثل المطلق في الكابالا، هو المطلق المستتر الغير محدود، يوصف طبعا بأنه مصدر جميع القوى الإلهية، لا يمكن إدراك آشور مباشرة لا من قبل البشر ولا حتى الآلهة الذين هم من خليقته أساسا، لا يمكن استيعاب طبيعته بشكل كامل، لكن آشور هو مجموع الآلهة بالكامل، يعني تماما مثل فكرة المطلق في الكابالا الإله آشور عند الآشوريين. هذا ما جعل الأستاذ سيمو باربولا يقول أنه أوكي، بدأ يربط ما بين المطلق وبين الإله آشور، وبالنتيجة توصل إلى أن هنالك يعني شبه تطابق تام ما بين الصفات التي يتمتع بها الإله آشور عند الآشوريين وما بين الإله المطلق في الكابالا. أيضا بما أن نأتي على ذكر الإله آشور،
فينبغي التنويه إلى حقيقة أنه كلمة آش في بنية كلمة آشور يمكن تفسيرها بمعنى الإله الأوحد، وكذلك بمعنى الإله المحجوب، يعني أرفع من مستوى الإدراك، الله فوق العقل كما تقول الكبلة. فنفس الشيء الإله آشور، كلمة آش طبعا بحسب البحث عند الأستاذ سيمو باربولا اللي هو كما قلت عالم آشوريات، كلمة آش في بنية كلمة آشور تعني الإله الأوحد، الإله المحجوب. ولذلك الكهنة الآشوريين القدماء كانوا يعتبروا الإله آشور مثل محيط لا محدود من النور الذي يغمر كل شيء، ورغم أنه خفي إلا أنه باعث السطوع في أعماق الوجود. هذا أين نجده يا أحباب؟ هذه هي نفس الفكرة الكابالية عن الإله المطلق، نفس الفكرة الكابالية عن الإله المطلق. ولذلك بعد هذه الدراسة المعمقة لسيفروث شجرة الحياة استطاع أن يعيد صياغة شجرة الحياة الآشورية ويرتب عليها الآلهة في البانيثون أو المجمع الآشوري. فنجد من خلال الترتيب الذي قام به الأستاذ سيمو باربولا أن الإله آنو يحتل دائرة كيثة أو التاج في شجرة الحياة الآشورية، وذلك لأنه يرمز إلى السلطة وإلى القوة، بينما الإله إيا إنكي يحتل دائرة خخمة الحكمة في شجرة الحياة الآشورية، وذلك لأنه يرمز إلى الحكمة والمعرفة. الإله سين يحتل دائرة بينا أو البينة في شجرة الحياة الآشورية لأنه يرمز إلى الصفاء والعقلانية. الإله ماردوخ يحتل دائرة خيسد الرحمة في شجرة الحياة الآشورية لأنه يرمز إلى الرحمة والإبداع. الإله شامش يحتل دائرة جفورة الشدة أو العزم في شجرة الحياة الآشورية لأنه رمز إلى العدل والاستقامة والقانون. عشتار بعد ذلك تحتل دائرة تفرت أو الجمال في شجرة الحياة الآشورية، وذلك لأنها ترمز إلى الحب والجمال. وعلى ذكر عشتار، يعني اشتق من اسم عشتار اسم العشيرة اللي هو يعني القبيلة أو الجماعة، ففي الأخوية الماسونية يقال نحن أبناء العشيرة، عشيرة البنائين الأحرار. وكلمة عشيرة في الأساس يعني لما نرجع للأصول عشيرة من عشتار، عشتاروت. كل الأحوال نكمل في شجرة الحياة الآشورية. فعندنا بعد ذلك نبو الذي قام الأستاذ بربطه بدائرة نيتزرا في شجرة الحياة الآشورية، أداد بعدها قام الأستاذ بربطه بدائرة هود أو المجد في شجرة الحياة الآشورية، نيرغال قام الأستاذ بربطه بعد ذلك بدائرة يسود أو الأساس في شجرة الحياة الآشورية. عشرة أخيرا كان يعتبر يعني ملكوث أو المملكة في شجرة الحياة الآشورية، كان يعتبر الملك الذي يحكم البلاد أو يعني يحكم المملكة الآشورية. الدائرة العاشرة في شجرة الحياة الآشورية كان يتقمص دورها أو يلعب دورها ليس إله من الآلهة وإنما الملك. وهذا نفس الشيء كان عند الفراعنة، يعني أنه الملك هو تجسيد للقوى الإلهية، الملك هو ابن الآلهة. طبعا يتم ربطه بالدائرة العاشرة في شجرة الحياة. هذه هي شجرة الحياة الآشورية بحسب صياغة الأستاذ سيمو باربولا. طبعا ممكن أنا كشخص كابالي طلعت على الأساطير العراقية القديمة، ممكن يكون عندي خلاف في بعض التفاصيل البسيطة، يعني ممكن أنا مثلا الإله شامش ما أربطه بدائرة جفورة وإنما أربطه بدائرة تفرت، يعني في مسائل بسيطة ممكن يكون عندي تعليق عليها في بحث الأستاذ سيمو باربولا. ولكن بشكل عام النمط الذي صار فيه في بحثه العلمي
في النتائج التي وصل إليها هي نتائج مقبولة، يعني أنه بالفعل كان هنالك شجرة حياة ونظام يتطابق بشكل كبير مع نظام الكبلال موجود حاليا في لاهوت وفي الفكر الديني عند الأشوريين القدماء. وكما رأينا يعني فرسوم شجرة الحياة كانت ترسم بكثرة عند الأشوريين، أيضا نجدها بكثرة عند السومريين والأكاديين. فخلاصة الأمر حقيقة أن مفهوم شجرة الحياة اللاهوتي والفلسفي كان شائع عند الحضارات القديمة، ونحن حقيقة نجد كما قلت رسومات كثيرة تحاول أن تصور لنا شجرة الحياة على جدران المعابد في العالم القديم. وأريد أن ألفت الانتباه لمسألة، بما أننا جئنا على ذكر الحضارات القديمة لبلاد الرافدين أو العراق القديم، وهي أنكم ربما تلاحظون لو قرأتم في الأساطير والملاحم القديمة لتلك الحضارات هي التي كانت حجر الأساس لما جاء بعدها من ديانات إبراهيمية. فعلى سبيل المثال في الأديان الإبراهيمية قصة طوفان النبي نوح التي وردت في التوراة في التكوين تتشابه يعني في بعض مظاهرها مع أسطورة الطوفان عند السومريين. أيضا العالم السفلي عند اليهود، يعني عالم الأموات أو الجحيم، هو شيول، وهو مشابه لوصف عالم كيغال السومري والبابلي، العالم السفلي عنده. ويعني لاحظ كثير من الباحثين المتخصصين في التقاليد السومرية وجود تشابهات وفي بعض الأحيان تطابقات بين الأمثال السومرية والأكادية وبين النصوص والأمثال التي وردت لاحقا في النصوص اليهودية. فالتناخ أو الكتاب اليهودي الذي يحتوي أسفار التوراة بالإضافة للأسفار النبوية هو في حقيقة الأمر بحسب كثير من الباحثين عبارة على مجموعة روايات وقصص منقولة من روايات سابقة أكثر قدما في الأساطير التي كانت موجودة عند الحضارات القديمة. وربما يعني يلاحظ الشخص المطلع الذي قرأ سفر التكوين والخروج التشابه المذهل مع ما هو موجود ووارد في كثير من الأساطير السومرية. الأساطير السومرية تتحدث عن أدين بمعنى مستقر الصالحين. السومريين تكلموا عن أدين بينما التوراة تكلمت عن جنة عدن إيدن. طبعا لو أخذنا الأسطورة السومرية وهي الرواية الأصلية فأدين هي مكان تمركز الآلهة، أما عبارة جنة عدن التي جاءت في التوراة فهي لفظ سومري مركب هو جاء آن أدين، ومعناها هو أن سيد الآلهة آن آنو يقبع في أدين، يعني يقبع في مستقر الصالحين. جاء آن أدين اللي أصبحت بعد ذلك جنة عدن. أيضا تتحدث النصوص السومرية عن قصة الملك سرجون الأكبر وكيف أنهم وجدوه وهو طفل صغير موضوع في سلة تطوف وحدها في النهر، فتم انتشاله على يد عائلة ملكية قامت بتبنيه حتى كبر. هذه القصة أين نجدها أيضا؟ قصة الملك سرجون الأكبر، قصة أنه وجدوه في سلة في نهر عندما كان صغير، هذه هي نفس قصة موسى، يعني تقريبا اقتباس بالحرف، فتغيرت الأسماء والأماكن. يعني سرجون تغير الاسم صار موسى. أيضا موقع الحادثة ليس العراق القديم وإنما مصر القديم، وموسى وجدوه في سلة وهو صغير في النهر وتم تربيته من قبل الفرعون في عائلة ملكية. يعني القصة أعيد تكرارها وهكذا، يعني بنجد تشابهات. هاي أمثلة فقط، أمثلة نحن نضربها لكم لحتى نكشف عن أنه ليس فقط
أن المصادر الحقيقية للكبلاء هي موجودة عند الحضارات القديمة، وإنما أيضا يعني مصدر السرديات الدينية عند اليهود هي أيضا مأخوذة من العراق القديم، وأنه الأديان الموجودة حاليا هي امتداد طبيعي الأديان سبقتها مع بعض الاختلافات البسيطة. وهذا هو ما يتكلم عنه الأستاذ سيمو باربولا، كثير من ما هو موجود في الديانة اليهودية وحتى الكبلاء التي يعتبرها الكثير من الناس أنها يهودية، كل هذا يعني ما بدنا نقول سرقة ولا بدنا نقول انتحال، خلينا نقول نستعمل تعبير ألطف، نقول اقتباس، امتداد يا أخي، امتداد لفكر أقدم كان موجود في الماضي عند حضارات قديمة. هسا أنا أعرف يخرج واحد يقول مثلا هذا أنزله الله بعد هيك هم حرفوا، أوكي أنا ما عندي مشكلة مع السردية الدينية لأنه الهدف هو البحث، يعني أنا ما عامل هاي الحلقة لحتى أشكك في أصالة الديانة اليهودية ولا مصادرها ولا أقول إنها مسروقة من حضارات ثانية، ما بعنيني، بعنينا البحث أنه نحن وجدنا بالفعل تشابهات عند الحضارات القديمة في أديانها وفي معتقداتها وفي أساطيرها وما هو موجود بين أيدينا حاليا، فبنطرح هذا الأمر ليس من باب التشكيك ولا من باب يعني مهاجمة أحد، لأنه هذا ليس أسلوبي، يعني القناة ما عندي هي للبحث، قلتها يمكن قبل هيك، أحترم جميع الأديان وأحترم جميع الثقافات ولكني أدرسها بتفحص وبتمعن. وبعد ما طرحنا هذا البحث للأستاذ سيمو باربولا من جامعة هلسنكي في فنلندا، راح ننتقل لحضارة من الحضارات القديمة غير الحضارة الآشورية، راح ننتقل لمصر القديمة، مصر القديمة الحبيبة. فلو طبقنا في الحقيقة نفس الخطوات واتبعنا نفس المنهج الذي اتبعه الأستاذ سيمو باربولا في تعامله مع الميثولوجيا السومرية وربطه لآلهتها بشجرة الحياة، لو طبقنا نفس هذا المنهج الذي اتبعه هو مع الحضارة الآشورية مع الميثولوجيا المصرية والحضارة المصرية، فراح يخرج عنا شجرة حياة مصرية. لكن قبل ما أتكلم عن شجرة الحياة المصرية راح أقول إنه فكرة شجرة الحياة ممكن ما تكون واضحة عند المصريين القدماء مثل ما هي واضحة عند الحضارات العراقية القديمة، لأنه ببساطة ما وصلتنا الأساطير المصرية بشكل كامل للأسف، يعني ما وصلنا هو شذرات من الميثولوجيا المصرية والحضارة المصرية القديمة، ليس بنفس ما وصلنا من غزارة عن الحضارة الآشورية والسومرية. لكن مع ذلك توجد إشارات يعني ممكن نلمحها عندما ننقب في تاريخ مصر القديم، إشارات ورموز إلى شجرة الحياة في مصر القديمة، إلى هذه الفكرة الفلسفية. فعلى سبيل المثال نجد في أسطورة معبد هيليوبوليس أنه إيزيس وأوزيريس انبعثا عن شجرة الأكاسيا السنت، والتي كانت يعني عند المصريين القدماء تعتبر شجرة مقدسة، ولذلك كانوا يسموها شجرة إيزيس. أيضا ربما يكون مثير للاهتمام أن نتعرف على حقيقة أن المصريين القدماء قد قدسوا شجرة الجميز وكانوا يرسموها في معابدهم، يعني ساد عندهم اعتقاد بأنها الشجرة التي تقف بين العالمين، بين عالم الموت وعالم الحياة، يعني أفكار شبيهة بالأفكار الكابالية عن شجرة الحياة في الكبلاء. فهل مفهوم شجرة الحياة كان موجود عند المصريين القدماء؟ حقيقة نجد إشارات ليس بنفس الوضوح الموجود عند العراقيين القدماء، ولكن موجودة إشارات تشير إلى أن هذا المفهوم الفلسفي والديني كان موجود عند الكهنة المصريين القدماء في لاهوتهم. أيضا من المثير للاهتمام أن نتعرف على فكرة الكا والباء والآخ عند المصريين القدماء، لأنه نحن بنلفظ كلمة كبلاء
ونعلم أن كبلاء ترتبط بالقبول بحسب اللغة العبرية، ولكن أيضا خلال البحث ونحن في منطقة اللغات فيها تأثرت ببعضها البعض والجذور دائما متقاربة لبعضها البعض، فلما نجد كلمات متقاربة لابد أن نستوقف عندها. فالمصري القديم كان عندهم فكرة الكاء والباء والآخ، كل جزء من هذه الأجزاء يمثل جانب من جوانب كينونة الإنسان. الكابليين قسموا شجرة الحياة إلى ثلاثة مستويات، يعني الدوائر من عند نيتزرا مرورا بهود مرورا بيسود وصولا إلى ملكوث، هذا يعتبر القسم المادي أو الدنيوي في شجرة الحياة، بينما القسم الأعلى منه هو من عند خاسد مرورا بجفورة وانتهاءا بتفرت. أما القسم الأعلى في شجرة الحياة فيبدأ من عند كيثر مرورا بخخمة وانتهاءا ببينة. فتقسيم الثلاثي موجود في شجرة الحياة وقد قام به الكابليين من قبل. فلما نجد ثالوث يقسم الكينونة عند الإنسان بشكل ثلاثي، هذا يذكرنا بالتقسيم الثلاثي لشجرة الحياة عند الكابليين. فالمصري القديم كان عنده تقسيم ثلاثي، هو الكا التي سنشرح ما هي فلسفيا حسب اللاهوت المصري القديم، والبا أيضا سنشرح ما هي البا، والآخ اللي هي نتيجة اتحاد الكا مع البا يصبح الإنسان آخ. ونحن اليوم لما واحد ينضم لمجموعة سرية باطنية بنقول له أنت أصبحت أخ. المهم يعني اللغات بتضل تحتفظ بكثير من الأسرار لمن ينبشون في تاريخها وفي ماضيها. بكل الأحوال فالبا كانت عند المصر القديم تعتبر بأنها الجسد الفيزيائي المادي وكذلك النفس الإنسانية، وكانت دائما تصور على شكل طائر. فالباء هي هذه النفس أو الوعي الذي يمكن طرحه خارج الجسد حسب أنظمة السحر القديمة، وترمز الباء إلى هذه النفس وأيضا إلى الجانب المادي في الإنسان. يعني إذا نريد أن نتكلم بطريقة كابالية نستطيع أن نقول الجزء الأسفل في شجرة الحياة الذي يبدأ كما قلنا بنيتزرا مرورا بهود مرورا بيسود وصولا إلى ملكوث، هذا هو الباء. بينما الكاء بعد ذلك والتي كانت يعني ترسم بطريقة الأكف المرفوعة، فهي كانت تعتبر عند المصر القديم بأنها طاقة الحياة، الطاقة الإلهية التي تمد الشخص بالحياة التي تنعشه وتحييه. كانت تعتبر أيضا بأنها الذات العليا للإنسان، ملاكه الحارس القرين، هذه هي الكا. وهذه كلها تتطابق تماما في الفكر الكابالي مع النصف الوسط في شجرة الحياة تفرت. فالكا إذا أردنا أن نتحدث بلغة الكبلاء فهي الجزء الأوسط في شجرة الحياة، صفات عند المصريين القدماء تتطابق تماما مع صفات وسط شجرة الحياة الذي يتكون من خيسد وجفورة وتفرت. بعد ذلك رتبة الآخ، رتبة آخ عندما تتصل الباء مع الكا، عندما يحصل اندماج بين الباء والكا عند الشخص المصري القديم، كان يعتبر هذا حالة تنور، أو كان يعتبر هذا أنه أصبح شخص إلهي. فكانت المدارس السرية القديمة تمسح رؤوس الذين يصلون إلى هذه المرتبة الروحانية العظيمة، تمسح رؤوسهم بالزيت، من هنا أتت كلمة مسيح. لكن كل الأحوال هذا ليس موضوعنا. ما أريد أن أقوله أنه رتبة آخ هي عندما يتحد الباء مع الكا في كينونة الإنسان، يعني عندما يتصل الجانب الدنيوي في شخصية الإنسان بالجانب الإلهي عنده، عندما يتصل الجزء الأسفل في شجرة الحياة بالجزء الأعلى منه، عندها يحصل اتصال بالملاك الحارس بالقرين، يحصل تلقي
كشف عرفاني، إشراقات وحالات صوفية تحصل عنده فيسمى آخ، وتصبح لديه منزلة تتوصل بين العالمين، بين العالم الإلهي والعالم الدنيوي. فعندنا الكا والبا والآخ، المفاهيم الفلسفية التي تتصل بالكا والبا والآخ عند المصريين القدماء تتشابه مع تقسيم شجرة الحياة إلى ثالوث، إلى ثلاثة مراتب. فهذا أمر من الأمور الحقة ملفتة والأحببت أني أطرحها. أيضا المسميات تتشابه، كلمة كابا آخ مع كلمة كابلا، ونحن نعلم أن الكلمات بمرور العصور قد يتغير فيها بعض الأحرف. بكل الأحوال لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، أريد أن أذهب إلى نقطة أخرى، وهي هل فكرة الإله المطلق كانت موجودة عند المصريين القدماء؟ يعني نحن قلنا الآشوريين عندهم الإله آشور المحتجب الخفي المطلق، هل المصريين أيضا عندهم هذه الفكرة؟ أقول نعم، المصريين عندهم هذه الفكرة، ولكن أيضا كانوا يعتبرون أن الإله آتوم هو مصدر جميع الآلهة وجميع البشر وكل شيء. يعني جميع الآلهة هم انبثاقات، هم فيض عن الإله آتوم، والإله آتوم محتجب لا يرى، لا أحد يستطيع أن يصل إليه. يعني نفس فكرة الآشوريين عن آشور، ونفس فكرتنا نحن اليوم عن الله سبحانه وتعالى، الإله المطلق المحجوب الذي لا يرى. بناء على هذا الأمر ودراستنا في التعاليم المصرية القديمة الدينية، نستطيع أن نشكل شجرة حياة مصرية، ونستطيع طبعا فعل ذلك بناء على معرفتنا بخصائص الآلهة المصرية. فتكون دائرة أوزايرس هي دائرة كيثا التاج، بينما تكون دائرة خخمة أو الحكمة هي دائرة تحوت. بعد ذلك دائرة بينا البينة تكون دائرة سيكا. بعد ذلك دائرة خيسد تكون هي دائرة معت. بعد ذلك دائرة جفورة أو العزم أو الشدة تكون دائرة منتو إله الحرب. بعد ذلك دائرة تفرت تكون لحورس المخلص. بعدها دائرة نيتزرة تكون للرب ححتور الزهرة. وبعدها دائرة هود تكون للإله سيث إله الزراعة والذكاء والحيلة. دائرة يسود تكون لإزيس القمر السحر الأساس حجاب العالم المادي إزيس. بعدها دائرة ملكوث تكون للإله جوب. وبكل الأحوال هذه هي شجرة الحياة المصرية. طبعا ولأنه كان عندنا أكثر من معبد في مصر، كل معبد كان بيتمتع بأسطورة، فيمكن تشكيل أكثر من شجرة حياة بالنسبة لمصر القديمة، يمكن تشكيل أكثر من شجرة حياة، لكن أعتقد أن هذه هي الأفضل، هذه هي النسخة الأفضل التي تعبر عن المقامات وأساطير الآلهة بشكل جيد. طبعا قد يقول البعض أنه ست إله ست موجود في دائرة هود بينما سيكر موجود في دائرة بينا، هل يمكن أن يكون ست في بينا؟ أقول نعم، ممكن أنه ست تكون في بينا، لأنه إلى جانب أنه عنده صفات من كوكب عطارد فهو أيضا بيتمتع بصفات من كوكب زحل الإله ست، يعني عنده الصفات للكوكبين، ولكن الإله سيكا يتمتع بصفات زحل بشكل أكثر وأكبر، لذلك كان هو الذي يحتل دائرة بينا وجعلت ست في دائرة هود أو الدائرة التي ترتبط بعطارد. بكل الأحوال هذا الترتيب الذي قمت به للآلهة المصرية على شجرة الحياة لنستخرج شجرة الحياة المصرية، يمكن أيضا إجراؤه على أساطير حضارات ثانية، بشرط أن تكون المنظومة الدينية لأي حضارة أخرى نريد أن نقوم باتباع نفس المنهج معها تكون متصلة بالأفكار الكابالية بشكل أو بآخر، أو تكون جذور الأفكار الكابالية موجودة عندهم لحتى يكون البحث صحيح.
أتمنى أني في هذه الحلقة أكون أوضحت كيف أن الأفكار الموجودة حاليا بين أيدينا في الكابالا كان لها جذور أقدم من ذلك بكثير عند الحضارات القديمة. وفي الحلقات القادمة من هذه السلسلة سوف لن نتكلم عن تاريخ الكابالا، هذه الحلقة كانت تتناول جانب تاريخي. في الحلقات القادمة سوف نعود إلى الجانب العملي ونتكلم عن مسارات شجرة الحياة، سنتكلم أيضا عن علاقة أوراق التارو بضرب الأفعى في شجرة الحياة، وسوف نطرح كل هذه المواضيع. إلى ذلك الحين يا أصدقائي أتمنى أن تكونوا بخير، وتحياتي لكم جميعا.